ارجع تاني لحته انه السرعه في الارتباط ده بتبقى مقلقه بالنسبه للاهل. صح. يعني بيبقى الاب مربي وشايف بنته وهي قدامه وبتكبر وكده، مش عايز اشوفها بعد كده قدامه سايبه بيتها وماشيه. فعشان كده بس يدوا بس فرصه للاهل يتدخلوا، بس النصيحه مهمه والخبره طبعًا. مهمه. يعني مدام دلال ممكن جدا تقول لك ايه، طب استني بس شويه علشان انا عايزه في حاجه مهمه عايز اعرفها. ايوه. بيبقى في بقى اسئله وتستات كده بتحصل. ايه يعني بس هيعملوا ايه يعني، هيسالوا في من ورانا يعني؟ لا مش كل حاجه هتبقى باينه. تصرفات بتبقى في تصرف بيبان، بودي لانجوج، طريقته في التعامل معاكي، لما يزعل معاكي بيعمل ازاي. بمناسبه اللي بيزعل معاكي بيعمل ازاي؟ ما هي لا هو بيزعل عادي يعني، كول بيزعل كل شيء. عصبي حسن؟ بصراحه بجد. لا يعني نقول عادي كلنا نسيوش. لا ملاك ملاك ملاك. حسن انجل. هتضيعولي جمهور مدح. سوري كل حاجه مش يضيع جمهوره ابدا. هي عصبيه جدا. بصي كان لسه بيقول لك ايه كل يوم الدنيا وفجاه. لا بص ايمي عامله ايه ذات طفله، يعني مثلا هي ممكن تتعصب من حاجات عاديه وتلاقيها تقول لك مثلا حاجه في الكلام في العربي هي عندها ضايع، هتقول لك حاجه مثلا ضايع. يعني مثلا ايه مره كان مش عارف ايه، حد بيتكلم عن ان هي تعمل حاجه ودنيا تعمل حاجه، فممكن يبقى في منافسه ومين اللي هيعمل، كان مثلا جالها مشروع فبتتناقش معايا في الموضوع ده، ازاي يعملوا كده، ازاي ده انا واختي في ايد بعض عمرنا ما نبقى قدام بعض، هم ايه عايزين يعملوا بيني وبين اختي طفره، انا مش طفره. فانا وقفت طبعا الموضوع يعني يا ظرف، قلت لها منفعله ومتضايقه قوي وطفره انا لازم صراحة بس طفره، انت قصدك فجوه مثلا؟ والله انا غصب عني هو متعصب ايه بيضحك، انا مش فاهمه ليه انا بقى متعصبه وهو يفضل يضحك وبتخانق بجد تافهه بقى تقريبا، بقى متضايق قوي بس انا ممكن كلام غلط. ساعات ممكن تعصب بس ممكن تفك. مره بنتخانق كده في خناقه كده خفيفه، يعني خناقه بسيطه من غير اي مشاكل خفيفه، فبتكلمني فبتقول لي اللهم بلغت اللهم فشلت. اللهم بلغت اللهم فشلت. معلش يا جماعه مش قصدي. احنا كنا وانا كنت قافش بتاع مش قصدي. قلت لها ايه؟ هي عصبيه جامد. فانا لا هو اتكلم بجد انا بتلخبط. اللهم فشلت. قلت لها فشلت ايه؟ فشلت اللهم بلغت اللهم فشلت. بضحك طبعا. انا غصب عني غصب عني. ثواني طب فاكرين المفاجاه اللي قلت لكم عليها بتاعت الخطبه؟ انا بقى دلوقتي عندي تقرير لخطبه دلوقتي بقى الابلكيشن. لابسه جينز اكيد. ابلكيشن جينز مقطع عندي ومعانا هارمونيكا، وتعالوا شوف التقرير. انا اسمي شيماء علي، عضو مؤسس في ابلكيشن هارمونيكا. وابلكيشن هارمونيكا هو ابلكيشن اتعمل عشان يساعد الشباب والبنات ان هم يلاقوا شريك الحياه المناسب بناء على اسس علميه واسئله وضعها متخصصين في علم النفس. فكره الابلكيشن جات لنا لما لقينا ان في مشكله حاصله في مجتمعنا المصري وسط اصدقائنا ومعارفنا، وهي ان الشباب مش بيلاقوا شريك الحياه المناسب ليهم، وبعد الزواج بيكتشفوا ان طباعهم مختلفه. فكرنا ان احنا نعمل موبايل ابلكيشن يساعد في حل المشكله ديت، وخصوصا بعد ان نسبه الطلاق في مصر بقت رقم واحد على مستوى الوطن العربي. يعني والله هو 30 سؤال زي ما قلت لحضرتك، هما بيغطوا اغلبيه الجوانب، بس احنا خلال فتره اللي هما كلامهم مع بعض بنبتدي خلال الفتره دي نبعت لهم اسئله اكتر بيجاوبوا عليها، وكل ما بيجاوبوا على الاسئله دي بيقدروا يعرفوا هما مناسبين لبعض اكتر ولا لا. ده غير كمان ان احنا بنقول ان يعني فكره ابلكيشن هارمونيكا هي بس وسيله تعارف مبدئيه، لكن لازم الناس دي تقابل بعض على الحقيقه ويتعرفوا على بعض ويتعرفوا على الاهل والاسره عشان يشوفوا برده هما متوافقين على الحقيقه ولا لا، مش بس عن طريق الابلكيشن. احنا الشهر ده بنحتفل بمرور سنه على اصدار ابلكيشن هارمونيكا. في الحمد لله عندنا اكتر من 100,000 مستخدم نزلوا الابلكيشن من اول ما الابلكيشن نزل لحد النهارده، واكتر من 50 حاله زواج وخطوبه مؤكده بعتوا لنا رسائل على الصفحه وعلى الابلكيشن. احنا تقريبا كل اسبوع بيبعت لنا رساله بيبلغونا ان هم اتخطبوا او اتجوزوا او تعرفوا على بعض من خلال الابلكيشن.